بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في Live Worksheets، صناعة أوراق عمل تفاعلية. زي ما أنت شايف كده Drag and Drop، ثم بعد كده Finish، وكلمة اسمها باللغة الإنجليزية DRAG، Drag، نكتبين فوق بعض، واحد حفظ، ثم حفظ باسم، ثم المجلد اللي فيه الملفات، ثم PDF وتحديد، ثم نكتب select select select، نقطتين فوق بعض، ثم كلمة yes.